لفته رائعه يا شيخ. هذا يا شيخنا اذكر من الجيران يقول من يعني يذكر عنه انه اذا سجد يدعي الجاره اللي على يمينه ويدعي الجاره اللي على يساره في الصلاه في السجود، وهذا لا يدري وهذا لا يدري، وبعد اذا لقي الماء في الثلاجات اللي ياخذ من الماء بنيه ان الله يبلغ صدقته، او قول الرسول صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبه بها يعني له بها اجر. اذكر جدي جاء للوالد في الشرقيه وعنده جيران، فقالوا خلنا نروح نصلي وعلى عينية كشيبان على فطرتهم، وراحوا يمشون مسافة. قال يا أبو عايض مسجدكم ما شاء الله عليكم بعيد. يقول يوم صلينا وظهرنا، يوم ظهرنا لو والله أنهم محتلجين الناس، ولو والله يجلدون لهم واحد الظاهر أنه شارب المسكر. المهم جلدوه، وجدي ولا لا يعرف سكر ولا يعرف بدويين على فطرته، وهي ينشد جار أبوي. قال ولد الرجال ذا علامهم يضربونه. قال لقيوه سكران، كان شكران انت هو قايل، فيبغى يوصل له العباره. قال له يرقص ما من فكره، قال انا ولد ابوي ويضربونه عشان يرقص، والله لو اني لقيته يرقص لارقص معه. قال الحمد لله انك ما لقيته ولا رقصت معه. انا يا شيخ سعد قصه كلمه.